السلام عليكم. ربما لم يشهد العرب منذ عام 2012 تاريخ الانتخابات المصرية التي جاءت بالرئيس الراحل محمد مرسي، لم يشهدوا حدثا ينصرف إليه جل تركيزهم واهتمامهم مثل الانتخابات التركية الأخيرة التي انتهت بإعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان. فوز الرئيس أردوغان بولاية رئاسية جديدة أشاع جو شعورا بأن مرحلة جديدة من التطبيع والانفتاح السياسي والاقتصادي ستشهدها العلاقات العربية التركية. من وحي هذا الشعور الذي ساد بين عدد من المراقبين تنطلق حلقة اليوم من حديث العرب لتبحث ابتداء سر الاهتمام الشعبي والإعلامي العربي الواسع بالانتخابات التركية وأثر إعادة انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسا لولاية جديدة على بعض الملفات العربية وفي مقدمها اللاجئون السوريون والعرب في تركيا وكذلك العلاقات التركية العربية. أهلا بكم. اهتمام عربي كبير بالانتخابات التركية الأخيرة بدا ظاهرا منذ بدايتها وتجلى بعد انتهائها عبر الاحتفالات التي شهدتها بعض شوارع المدن العربية احتفالاً بفوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمدة رئاسية جديدة، اهتمام شعبي يعزوه كثيرون إلى ما تمثله التجربة التركية بقيادة الرئيس أردوغان من حلم يداعب مخيلة كثير من الشعوب العربية والإسلامية، إذ تعد تلك التجربة النموذج الأكثر نجاحاً في المنطقة سياسياً واقتصادياً بالنظر إلى التطور الكبير الذي أحدثه أردوغان وحزبه في البلاد منذ تولى السلطة قبل عقدين من الزمن، وهو نموذج لا شك أن أكثر الدول العربية والإسلامية تفتقد إليه بحسب ما يراه الكثيرون. غير أن الانتخابات الأخيرة في تركيا شهدت تطورات كبرى تتعلق بقضية اللاجئين في تركيا، لا سيما بعد أن تحولت إلى ملف سياسي داخلي استخدمته أحزاب المعارضة لضرب شعبية أردوغان قبيل الانتخابات، الأمر الذي يفرض على حكومة أنقرة الجديدة انتهاج سياسات واضحة لحل الأزمة، وهو ما بدأ بالفعل حتى قبل الانتخابات، إذ تركز الإدارة التركية على التعاون مع الدول العربية والمجتمع الدولي فيما يتعلق بتمويل إنشاء مدن جديدة في الشمال السوري وتوفير سبل العيش الكريم فيها لاستيعاب اللاجئين ضمن برنامج للعودة الطوعية. وانطلاقاً من توجهات السياسة التركية إزاء المنطقة العربية قبل الانتخابات الأخيرة وكذلك من الثقل السياسي والاقتصادي الذي تمثله بعض الدول العربية بغض النظر عن بعض الخلافات والقضايا العالقة، فإنه من المتوقع بحسب محللين أن تتجه العلاقات التركية العربية نحو مزيد من التعاون الاستثماري والتجاري مع دول الخليج العربي ودول الشمال الإفريقي، فضلاً عن فتح آفاق جديدة للتعاون في الصناعات الدفاعية، لا سيما مع كل من قطر والسعودية والإمارات. للحديث عن موضوع الحلقة ينضم إلينا مع حفظ الألقاب يوسف كاتب أغلو، عضو حزب العدالة والتنمية التركي في الاستوديو طبعاً، ومن الرباط إدريس بوانو المدير التنفيذي لمركز المنظورات للدراسات الجيوسياسية والاستراتيجية. أهلاً بالضيفين الكريمين والأقربون كما جرت العادة أولى بالمعروف. معك نبدأ أستاذ يوسف. من قبل كانت الانتخابات التركية تجري بصمت لا يسمع بها أحدا، اليوم شاهدنا وتابعنا انتخابات أحدثت ضجيجا إذا صح التعبير كبيرا، ويعني صنفت في صحيفة الإيكونوميست الذائعات الصيت بأنها انتخابات العام 2023. ما السر في جذب هذا الاهتمام العالمي نحو الحدث التركي؟ مساء الخير، تحياتي لكم ولضيفكم والسادة المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. بداية يجب على الجميع أن يعلم بأن تركيا، طبعا الصوت تعب نوعا ما بسبب الانتخابات اللي والبرنامج المكثف. يعني كنت ممن يهتفون في الانتخابات؟ ليس، كنا في القنوات وفي الاستوديوهات. لا بأس عليك. وبالتالي له طاقة تحمل معينة. طبعا تركيا، لابد أن الجميع أن يعرف بأن تركيا الآن غير تركيا الأمس. 21 عاما في ظل الرئيس رجب طيب أردوغان انتقلت تركيا من دولة مغمورة تدور في فلك هنا أو هناك إلى دولة
يحسب لها ألف حساب، وأصبحت رقما صعبا في المعادلات الإقليمية والدولية. ونستطيع أن نقول وبكل صراحة، تركيا التي دخلت أقوى 20 دولة اقتصادية في العالم G20 واحتلت المرتبة 16، تركيا التي الآن تصنع 80% من صناعتها العسكرية والدفاعية، تركيا الآن التي هي تعتبر الآن هي التي تدير التوازنات الإقليمية في المنطقة، هي أصبحت لاعب متنامي وأساسي وإقليمي وتسعى لأن تكون دولة عظمى. لذلك تركيا يا سيدي الآن لا يمكن الحديث عن أي ملف من الملفات الموجودة إقليميا وعالميا بدون العودة إلى تركيا. انظر إلى الحرب الآن الروسية الأوكرانية، تجد أن تركيا لها دور فعال في أزمة الحبوب وفي تجنيب العالم أزمة الغذاء، وهي الدولة الوحيدة التي لديها علاقة طيبة مع الطرفين، مع كل من روسيا وأوكرانيا، ووسيط محايد، وعقدت أكثر من اجتماع مع كلا الطرفين في تركيا. انظر إلى أيضا أزمة قطر، كيف كان تركيا لها دور فعال وإيجابي في تجنيب المنطقة أن يكون هنالك حروب وأزمات بعض الحصار الذي فرض على قطر. حتى في الملف الليبي تجنيب الحرب الأهلية بين الإخوة الليبيين، حتى في الملف السوري، في الملف العراقي، حتى في أفغانستان، نجد أن في كل بقاع الأرض هنالك دور لتركيا. ولا نستطيع أن نقتصر هذا الدور نسميه أن تركيا هي صمام أمان، تركيا تريد الأمن والاستقرار. لذلك الكثير من الدول، الكثير من الشعوب، الكثير من الحكام، الكثير من التحالفات كان يترقب هذه الانتخابات. هل سيستمر رئيس رجب طيب أردوغان أم لا؟ إذا ما استمر رئيس رجب طيب أردوغان معناه استمرار للثقل السياسي والاستراتيجي في التوازنات الإقليمية. إذا لا سمح الله لو جاءت المعارضة، ماذا صرح كمال كليستروورو؟ قال مباشرة علينا أن نعود إلى الغرب، الغرب هو وجهتنا، وعلينا أن نطبق العقوبات على روسيا وأن كذا وكذا وكذا. إذن الدور التركي بقيادة الرئيس أردوغان هو الآن دور يحمل أهمية قصوى، ليس فقط لتركيا وإنما ليس للمنطقة وإنما للعالم أجمع. لذلك الانتخابات التركية كان لها صدى كبير جدا إقليميا وعالميا. بالمناسبة قبل الانتخابات التركية بأربع أيام كان انتخابات في اليونان، هل سمع أحد عنها شيء؟ لم يسمع أحد عنها شيء، لأن اليونان ليس لها هذا الثقل الاستراتيجي والجيوسياسي في المنطقة وفي العالم كتركيا. وأريد أن أنتقل من العالم إلى حلقة أضيق مع دكتور في الرباط، مع دكتور في الرباط دكتور إدريس. لو انتقلنا إلى حلقة أضيق للحديث عن 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 الوطن العربي، الشعوب العربية، شعرنا كما لو أن استيقظ وعيها السياسي فجأة، فصارت ترجح أن هذا الأصلح لتركيا وذاك الأقل صلاحا. حقيقة يعني كما أسلفنا في المقدمة، لم يحرك العرب حدث سياسي منذ الانتخابات المصرية مثل ما حركه الحدث التركي اليوم. هل من تفسير سياسي أو نفسي أو مجتمعي لهذا الانجذاب الكبير عربيا للحدث التركي؟ شكرا لكم أولا على الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا الحوار. أهلا وسهلا. نعم، وشكرا لضيفكم وللأستاذ المشاهدين لهذا البرنامج الطيب حديث العرب. أنا في اعتقادي أن ما حدث يعني في الانتخابات الأخيرة ينبغي أن نقف عنده يعني ملياً، ونستشف من خلاله مجموعة من المعطيات ومجموعة من الخلاصات. ولكن أنا في تقديري يعني كنا في يعني مرحلة حرب المتحدثين، وإن كانت بمعدات أخرى وبوسائل أخرى غير الحرب التقليدية. ولذلك الآن الحرب لا يعني الآن وضعت أوزارها، ومن المؤكد أن فيها خاسر وفيها رابح، وأي من المؤكد أن الرابح يحاول أن يلملم مشاعره ومن يعني من أجل أن يستشف المستقبل، وأيضا الخاسر يعني من المؤكد سواء داخل تركيا أو خارجها يعني من المؤكد أنه يراجع كثير من أوراقه ويقوم به عملية المراجعة لمواقفه، والمراجعة أيضا لعدد من الأشياء التي قام بها أثناء يعني هذه الانتخابات. فيما يتعلق بالجانب أو بالعرب، أنا أعتقد أن العرب يعني هم يعني عطشة صح التعبير، عطشة لنشوة من الانتصار، ومنذ زمان لم يشعروا أو لم يتذوقوا طعم الانتصار، وكانوا في أمس الحاجة لهذا الأمر. يعني تعلقوا بالانتخابات التركية الأخيرة وكأنها طبعا يعني تسد يعني أو هذا الرمق الذي كان يعني يشعرون به. ولذلك يعني وجدناهم يعني
يتابعون يعني كثيره وكثيره عن الانتخابات. طبعا عدد من كان يطمح ومحق في ذلك ان يكون يعني ان يكون رجب طيب اردوغان يعني في يعني في الولايه يعني المقبله، نظرا لما قدمه لصالح العرب ولصالح المسلمين. ولذلك الان حينما انتصر فكانهم يعني تنفسوا السعداء وراوا في يعني في يعني انتصاره وفي في يعني في حصوله على هذه الولايه الجدة حصول يعني كانهم يعني يشعرون بانهم تمت احلام تتحقق وتمت اهداف تتحقق، وهذه الاهداف وهذه الاحلام لحد الساعه لم يجدوا من يعني يستطيع ان يعني ان يقوم بها من داخل العالم العربي ومن داخل العالم. ولذلك نراهم هكذا يعني متعطشين، واتصور ان عطشهم لن يروى الا حينما يقوم سيف اردوغان بالاستجابه لعدد من يعني. دكتور هذا يدفعنا، وهنا انتقل الى الاستوديو مره اخرى، يدفعنا يعني العرب عندما اهتموا وتابعوا الحدث الانتخابات التركية لم تكن كما كانت في ربما في بعض دول العالم حدثا باردا متابعة باردة، وإنما كانت متابعة حارة وساخنة، تشعر كما لو أنهم في معسكر مع أحد الفريقين. ماذا فعلت تركيا يعني حتى تجذب الاهتمام العربي برأيك؟ تحدثت عن أفعالها على المستوى الإقليمي والدولي، لكن عربيا لماذا كل هذه العاطفة الجياشة نحو الانتخابات التركية؟ يا سيدي، إذا مرض أن نقول عن لماذا هناك اهتمام عربي، يجب أن نفند من مقصود بكلمة العرب. إذا كنا نتكلم عن القيادات أو نتكلم عن الشعوب، الشعبي طبعا، إذا كان ردة الفعل الشعبية فالشعوب بمجملها هي تجد بأن النموذج التركي نموذج تفتقده، ونموذجا ناجحا قيمي حضاري قوي متقدم وأثبت نفسه على الساحة الدولية. وبالتالي الكل يكون طواق الآن لأن تجرب هذه التجربة، التجربة التي هي كيف أن تكون قويا ولكنك أيضا قيميا وحضاريا، وأيضا أن لا تكون هنالك إعطاء ما يسمى تنازلات أو أن تدور في فلك الآخرين. تركيا قبل 20 عاما، الذي يعلم تركيا قبل 21 عاما، كانت تركيا دولة هامشية ودولة مديونة لصندوق النقد الدولي وتئن وتعج، وهناك الكثير من المشاكل الحياتية في تركيا. ولكن بعد 20 عاما يعني الآن عندما الذين جاءوا إلى تركيا قبل الرئيس رجب طيب أردوغان والذين الآن يزورون تركيا الآن في هذه الفترة، يجد بأن كأنه جاء إلى دولة أخرى تكاد تفوق الدول الأوروبية حضارة. ليس فقط أتكلم عن الحضارة البنيانية والحضارة البيئة التحتية، ولكن حتى على مستوى الإنسان هنالك تغير حقيقي. هنالك تركيا الآن أصبحت تستطيع، فرضت احترامها على جميع الدول، أصبحت يعني الجواز التركي، أعطيك بالأرقام، قبل العدالة والتنمية كان هنالك فقط تركيا الذين يذهبون من تركيا فقط الذين هم رواد المطاعم أو الذين يعملون في مجال الميكانيكا والمصانع والمعامل، وأيضا يخرجون إلى عمل في ألمانيا أو في دول الخليج أو في الحلاق. الآن الأتراك الذين موجودين في أوروبا وغير ذلك من الكفاءات العالية يأتون إلى تركيا لأن أصبحت دولة صناعية كبرى، وأصبحت هي دولة الآن يعني يشار لها بالبنان. لكن عفوا أستاذ يوسف، يعني تحدثت عن البعد الحضاري وعن القوة وعن إلى آخره، هذه قيم موجودة في الانتخابات الفرنسية في الانتخابات البريطانية، لكن العرب ما تابعوا ذلك ولا كانت هناك يعني الحرارة تزورهم في متابعة الحدث. لا ننسى يا سيدي بأن الدولة التركية الحالية بوجود الرئيس رجب طيب أردوغان أحيت مفهوم الأمة، هنالك قيم مشتركة مع الأخوة العرب، القيم المشتركة التاريخ الدين العراقة، الكثير من القيم المشتركة هي التي جذبت وشدت. وبالتالي لماذا الإخوة العرب، ونحن لا نركز على القومية، هم الآن استعادة الأمجاد الماضي، على أن الجميع كان تحت إمبراطورية عثمانية عظمى لا تفرق بين العرب والترك والكرد، الكل إخوة سواسية، ولكن بمنظور حضاري الآن قيمي ينظر إلى تركيا، يتم سماع الأذان، الأكل الحلال، الروابط المشتركة، الثقافة المشتركة، التاريخ المشترك، نصلي إلى قبلة واحدة، أن تستطيع أن تمارس كل ما تريد من شعائر دينية، لا تشعر بأنك هنا في دولة غريبة. أما في أوروبا أين هذا؟ في أوروبا لا يمكن الحديث عن أن يكون هنالك ترابط وتواصل، تشعر أنك
وهو فعلا انك غريب هناك، انت يعني لا يمكن أن هذه النقطه التي تحدثت عنها عن موضوع الروابط، يعني اريد ان ابني عليها لاسال الدكتور ادريس لو اذنت لي في الرباط. هل يكفي القول بان متابعه العرب للانتخابات التركيه، هذه المتابعه الشعوريه الحاره، تكفي للقول بان الروابط النفسيه والتاريخيه والثقافيه بين العرب وتركيا استعادت حضورها، أم بكثير من الموضوعية والمنطقية، أم أنه متابعة عاطفية عابرة جسدتها أحلام العرب ورغبتهم في رؤية أنفسهم في صدى هذه الانتخابات، لأنهم شيء مفقود عندهم، محرومون منه؟ أولا لا بد أن نطلع أو أن نقرأ التاريخ. لم يكن بين العرب وبين الترك أي عداوة، يعني ما يعني ولم يكن ما بين العرب والترك وتركيا اي شنآن. يعني ما يروج حاليا وسابقا انما هي كان يعني انما بسبب بعض المغربين او بعض الجهات مع الاسف الغربيه التي لا ترى يعني لا ترى اي قيمه او لا ترى اي هدف ممكن ان يتحقق من يعني من اتصال العربي بالاتراك، ولذلك تعمل بكل ما أوتيت من قوة من أجل هدم هذه الهوة. والأصل أن بين العربي وبين يعني تركيا أو بين الترك علاقات قوية جدا، أساسها الدين وأساسها الدفاع المشترك عن حق الإنسان. يعني طبعا تاريخ الإمبراطورية العثمانية مليء بمشاركة العرب يعني إلى جانب الترك. معذرة دكتور إدريس، يعني أنا أريد أن أركز على نقطة مهمة في دافعية الاهتمام العربي. هل كان وراء هذه الدافعية وعي حضاري ثقافي باستعادة هذه الروابط التاريخية، أم هو حدث عاطفي عابر ليس مبنيا على وعي؟ لا أكيد وراء هذا الاهتمام في نظري، وراء هذا الاهتمام في العملية الانتخابية التي صارت في تركيا وما قبل هذه العملية، وعي حضاري تاريخي في أن العرب والأتراك هما يعني جنسان متوازيان ولهم من المشتركات ما يمكن أن يحقق نهضة للإنسانية، وليس للعربي ولا لتركيا فقط. ما بين العربي وما بين الأتراك وسائج قوية أرضية للاستفاف معا من أجل بناء عمق حضاري كبير. ولذلك هذا الارتباط تسعى كل الجهات وخاصة الجهات الغربية أن لا يكون ما بينها. ولذلك أنا أقول لم يكن يعني لم تكن فقط العاطفة هي المحددة في اهتمام العرب بالانتخابات الأخيرة، بل عدد من العرب كان يحكمهم وعي كبير، وعي حضاري عميق نحو أن يكون ما بين التركي وبين العربي يعني تواصل وتواشج في أجل بناء أرضية صلبة يعني لكي يستفيد منها الإنسانية جمعاء. نعم، هذه الوشائج والروابط التي تحدث عنها ضيفانا الكريمان في الاستوديو وفي الرباط سيبحث بعد الفاصل عن موقعها في علاقة تركيا باللاجئين العرب المقيمين على أراضيها خصوصا، وأن القيادة التركية تعاني من بعض الضغط السياسي بناء على متطلبات الشارع والأحزاب السياسية المعارضة فيما يتعلق بالموقف من اللاجئين. نبحث هذا الأمر بعد وقفة قصيرة. بوتقة الحضارة، ما هي بغداد هذه؟ كيف نشأت؟ ما الذي أدى لمؤسسها إلى اختيارها في هذا الموضع من العراق؟ تعاقبت على العراق حضارات جمة الآن أصبحت 7000 سنة.
أسعدكم الله، ما زلنا معا في الحديث عن نتائج الانتخابات التركية الأخيرة وأثرها على اللاجئين العرب في تركيا وعلاقات أنقرة بالدول العربية. لمزيد من التعليق عن موضوع الحلقة وخصوصا في جانب مصير اللاجئين العرب في تركيا بعد فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة، تنضم إلينا من أنقرة السيدة إيناس النجار، مديرة الاتصال في اللجنة السورية التركية المشتركة. أهلا ومرحبا بكم أستاذة إيناس. يعني للأسف اللاجئون بشكل عام واللاجئون العرب بشكل خاص واللاجئون السوريون بشكل أخص شكلوا نقطة ساخنة من التجاذبات السياسية شابتها كثير من العنصرية وخصوصا من بعض جهات المعارضة تحديدا. هذه العنصرية التي غيرت مزاج الشارع التركي بسبب ما وصف تركيا في وسائل الإعلام التركية ومن قبل الحكومة التركية بأنه تحريض ممنهج على اللاجئين السوريين، هل هذه التجاذبات الساخنة برأيك ستغير أو ستترك أثرا على وضع اللاجئين السوريين والعرب عموما في تركيا، وستغير من آليات التعامل معهم في من قبل القيادة التركية؟ بداية تحية لكم ولجميع المستمعين الكرام. أهلا وسهلا. في البداية يعني حقيقة تم نقل ملف إنساني بحت لملف انتخابي بعدما قررت الأحزاب المعارضة لوجود اللاجئين أن هذا الخطاب الشعبوي ممكن أن يجلب لها الأصوات، كما هو الحال في الدول الأوروبية التي استخدمت التعامل مع موضوع اللاجئين بأنها ممكن أن تحفظ الأصوات بهذا التجيش على التحريض والكراهية. ولكن هذا الخطاب هو خطاب يعني غير ناجح، لم يستطع بإيصال حتى مرشح يعني كرسي بالبرلمان، مجرد كرسي واحد لحزب الظفر بارتي لم يستطع أن يأخذ هذا النصيب، فكيف له أن يأخذ في كما فعلوا في الجولة الثانية أن يصبح رئيس جمهورية عن طريق التحريض على وجود اللاجئين السوريين. وكان خطاب السيد الرئيس أردوغان واضح جدا منذ البداية، ومنذ بداية الثورة السورية لم يتغير هذا الخطاب، تم فتح الأبواب للاجئين السوريين، وكانت سياسة الباب المفتوح وسياسة التعامل الإنساني هي سياسة تركية. أستاذة إيناس من فضلك، يعني في خطاب النصر أو في خطاب القصر الذي ألقاه الرئيس ثمة نقطة مهمة جدا في سياق الكلام الذي تحدث فيه عن اللاجئين، عندما قال بأننا ندرس إعداد بنية تحتية تسهل طوعيا إعادة مليون لاجئ سوري إلى المناطق الآمنة ومناطق سيطرة النظام، سنتحدث عن مناطق سيطرة النظام بعد قليل، لكن قال في سياق الحديث علينا أن نستجيب لمتطلبات شعبنا في سياق الحديث عن اللاجئين. ما معنى هذا الكلام؟ اسمح لي أن أتمم الفكرة، لأن الفكرة ضرورية جدا. يعني جميع المناطق الحدودية والتي تعرضت للزلزال هي أكثر المناطق التي انتخبت الرئيس أردوغان بسياسته التي يدعم بها وجود اللاجئين، فهنا يوجد لدينا انتخابات حرة. يعني نحن نقول أن الشعب هو من اختار هذه السياسة، نحن نحترم وجود المعارضة، ولكن أيضا نحن نحترم وجودنا كلاجئين سوريين، نحترم الدولة التركية والقرار التركي والشعب التركي الذي اختار هذه السياسة. التحريض سوف يبقى مستمر لأنها سياسة معارضة للإنسانية حتى، يعني هم لم يستخدموا فقط اللاجئين، استخدموا أيضا المتضررين من الزلزال وقالوا لأنكم انتخبتم أردوغان فنحن لا نريدكم. أما بالنسبة للمشروع فهذا أمر منطقي، لأنه هذا المشروع تم في عام 2021 من خلال مراكز دراسات وأبحاث تركية، هي فعلت استفتاء أو خليني أقول استبيان للاجئين السوريين، وقالوا أنه إذا تم تأمين سكن وتم تأمين منطقة آمنة وفرصة عمل وخدمات أساسية كما هي الشروط التي تتحدث بها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، فهل هي شروط كافية لعودة اللاجئين السوريين وخاصة أبناء المنطقة، أبناء منطقة الشمال السوري؟ فكانت معظم الإجابات أنهم يعودون إذا كانت هذه الشروط كاملة، ولكن المشروع الآن هو حديث لأنهم سوف يقومون بتنفيذ هذه الشروط وليس بتنفيذ المشروع في ظل هذه الفوضى في الشمال السوري، وليس في ظل عدم وجود أمان وعدم وجود خدمات أساسية، وليس هناك شرط بتحويل اللاجئ إلى نازح. فنحن لا نستطيع أن نقول من خرج من دماء
دمشق سوف يعود للشمال، فممكن أن تكون حلت الأزمة لديه. وأيضا كان متحدث الرئاسي إبراهيم كالون في التصريح الأول بعد الانتخابات واضح جدا أنه لن يكون على جدول الرئيس مقابلة بشار الأسد، فهذا يعني لن يكون عودة اللاجئين إلا ضمن شروط القرار الأممي 2254 الذي ينص على عدم وجود بشار الأسد. وفي حال عدم وجود بشار الأسد فأنا أقول لك بكل شفافية العديد من اللاجئين ليس في تركيا، في أصلا ذاتا الأزمة طيب. السورية كلها مبنية على وجود بشار الأسد طيب. ففي يعني حال رحيله طيب معذرة، عندما يجري الحديث عن إعادة مليون لاجئ سوري من قبل الرئيس، هل ثمت بين ثنايا الحديث في الأدبيات السياسية التركية اليوم عن مدة زمنية محددة؟ لا يوجد مدة زمنية محددة، ولكن الطريقة هي التي تخوف بعض السوريين، وهناك تخوف من كيفية هذه الطريقة. فلم يقل الرئيس أنهم سوف يعودون بطريقة إجبار، وقال من يريد أن يعود في حال تأمين هذه الشروط. يعني الشروط واضحة جدا، وحتى واضحة في هذه شروط الأمم المتحدة أنه يجب أن يكون الخدمات الصحية متوفرة من تعليم وصحة وفرص عمل، أن يعود الشخص لحياة كريمة، لا يعود العودة المستدامة، لا يعود إلى الشمال السوري ويفكر بالتهريب مرة ثانية أن يدخل إلى تركيا أو يخرج إلى أي دولة أخرى. فهذه العودة يجب أن تكون عودة بكامل حقوق الشخص وعودة مستدامة، وأيضا بتأمين الشروط الملائمة للحياة الكريمة له ولأطفاله، ومع التأكيد على أنها سوف تكون عودة طوعية. من يريد أن يعود سوف يستطيع أن يعود بعودة آمنة وكريمة، ليس كما قالت المعارضة سوف يعودون عن طريق الاتفاق مع بشار الأسد والعودة ستكون قصرية وحتى خلال سنة أو سنتين. يعني هذا أمر كان من المستحيل أصلا أن يطبقوه، لأن تركيا دولة قوانين، هناك احترام واتفاقيات دولية على حماية اللاجئين السوريين، فلا تستطيع أصلا تركيا أن تتجاوز هذه الاتفاقيات كما ادعت المعارضة. أشكرك شكرا جزيلا، هذه كانت إضاءة من السيدة إيناس النجار مديرة الاتصال في اللجنة السورية التركية المشتركة بخصوص وضع اللاجئين السوريين بعد فوز الرئيس رجب طيب أردوغان. سريعا أستاذ يوسف، الرئيس رجب طيب أردوغان عرف على نطاق واضح وعلني بدعمه للاجئين وبقبوله فكرة وجودهم في تركيا، وهو تبنى عبارة مستقاة من الشريعة الإسلامية بعبارة الأنصار والمهاجرين، لكن اليوم يتحدث عن إعادة مليون لاجئ سوري وبأنه يجب أن يستجيب لمتطلبات الشعب التركي فيما يتعلق بموضوع اللاجئين. هل تغيرت لهجة الإدارة أو القيادة التركية بشأن اللاجئين بناء على، ليس بالضرورة أن يكون تغيرا سلبيا، بناء على ضغط سياسي يواجهه في الشارع التركي والمعارضة، أم بناء على رؤية مفادها بأن الأمور تتجه في سوريا نحو التهدئة؟ يا سيدي، يجب أن نلقي الضوء بداية على سبب المشكلة، وسبب المشكلة منذ عام 2011 أو 2012 نعم. وهذا الملف الذي حدث في سوريا كارثة العصر أو القرن أنا أسميها، من حيث أن هنالك الملايين هجروا من وطنهم تحت وجود آلة القمع وآلة القتل الموجودة والنظام الموجود بعد 11 عاما ما يزال موجود، وتقاعس العالم جميعه وكل المؤسسات الدولية، وكان هنالك ما يسمى الدول حليفة الشعب السوري والدول التي ستنصر الشعب السوري ومؤتمرات وغير ذلك، ولكن لم يغير من الواقع شيء، النظام ما يزال موجودا والملايين ما تزال مهجرة في عدة دول. تركيا هي الدولة الوحيدة التي إلى الآن ما تزال تعلن صداقتها للشعب السوري المهجر، إلى الآن لا تميز وتطمح دائما من واجب إنساني وليس سياسي، مستمرة في إعطاء ما يمكن تقديمه من خدمات. تركيا هي الدولة الوحيدة إلى الآن، أتكلم عن الدول العربية والإسلامية، التي تجنس أصحابين لكن أنا مهتم بالإجابة عن سؤالي، سأتي للسؤال، هذه توطئة. في الخلاصة، ما لا أحد كان يعلم أن هذا الموضوع سيطول 12 عاما، طول المدة هذا أولا، ثانيا التقاعس والتغير في الاستراتيجيات العالمية والإقليمية في حل المشكلة السورية ألقى بظلاله بقوة أن هذا عبء على تركيا وإن كان مشروعا إنسانيا، وضغط على الرئيس رجب طيب أردوغان. ثالثا، إلى الآن 3 مليون تقريبا ونصف
أو 450 ألف، تم تجنيس 10% منهم 330 ألف، والباقي ما يزال تحت ما يسمى الحماية المؤقتة. وهؤلاء هنالك من استقر، هنالك من قام بفتح له نشاط معين، وهنالك من يعمل ضمن مؤهلات معينة. هؤلاء ليسوا بالمطلق عبء على تركيا، هؤلاء قيمة مضافة ومهمة لتركيا. لذلك هنالك مع قرب الانتخابات بدأت المعارضة تلوح بخطابات عنصرية، لأن ذلك ليس في هذه الانتخابات. انتخابات 2019 كانت واضحة استخدام ورقة المهجرين السوريين ونحن نسميهم الضيوف، وألقت بذلالها بقوة بأن كان هنالك. دعني أنقل لك رأيا معارضا باختصار شديد من فضلك. يعني يقول معارض بأن تركيا استفادت من الثوريين أكثر مما أفادتهم، بمعنى أنها أخذت النخب والعقول ثم ستعيد من ذوي المهن المتدنية. ماذا يمكن أن يجاب عن هذا؟ العكس تماما يا سيدي، العكس تماما. الإخوة السوريين اللي جاءوا تحديدا، أتكلم عن السوريين، الأخوة السوريون هم الآن في تركيا مرغوبون، خاصة في قطاع العمل، من هذه العمالة التي نتكلم عنها عمالة بسيطة، لأنهم لديهم خبرات مهارات. هذه المهارات نتكلم بصراحة، منذ أن جاء السوريون بدأ ازدهار في كثير من القطاعات، قطاعات النسيج، قطاعات المطاعم، الخدمات، حتى في التصدير. تجد أن هنالك الآن هؤلاء قاموا بفتح أسواق لتركيا والمنتجات التركية. ليس هذا بالعكس تماما، العمالة السورية عمالة مؤثرة إيجابية وعندها مهارات وعندها خبرة. ولكن بالعموم أتكلم بأن الذي أراد أن يزرع الفتنة هي أطراف استغلت هذا الحدث سياسيا وظفته من باب الانتخابات. وإلا قبل هذا الحدث تركيا فتحت أبوابها أيضا للذين جاءوا أثناء الغزو على لبنان، حتى للفلسطينيين، قبلها للعراقيين، قبلها البوسنة والهرسك. اللافت والمفارق أن كثيرا من المعارضين السياسيين الذين يملكون خطابا وصف بالإعلام التركي أنهم متطرفون اتجاه اللاجئين، هم في الأصل لاجئون، ليسوا أتراكا بالأصالة يعني كما تحدث. وهذا يدل على أن هذا تم تسييس هذا الأمر، تم توظيف هذا الأمر، وبالتالي شتان بين الأمرين. هذا أولا. ثانيا تركيا لم تستفد من هذا الأمر ماديا بشكل مباشر، ليس قضية متاجرة بالورقة السورية، لأنها كانت هي فعلا ضغط وعبء في ظل أن هنالك إعطاء مساواة قدر الإمكان وتسهيلات من ناحية التعليم والطبابة وغير ذلك. وهذا شكلا ضغطا على الحكومة التركية. ولكن الرئيس أردوغان مستمر في أن هذا الموضوع وهذا الملف إنساني، والعودة طوعية تحتها 100 خط، لا عودة قصرية ولا إجبار على أحد. هنالك بعض التجاوزات، لنكون صريحين، هنالك بعض التجاوزات مع الأسف، وهذه التجاوزات تأتي عنها أخبار كثيرة. تركيا دولة قانون وقضاء، والقانون والقضاء فوق الجميع. ممنوع منع باتا أن يكون هنالك تعدي وتجاوز على حقوق، بل هو يقيم في تركيا بصورة قانونية. تحدثت القيادة التركية، وهنا أسأل الدكتور إدريس، تحدثت القيادة التركية وتحديدا رأس القيادة الرئيس رجب طيب أردوغان عن ضرورة عودة السوريين وضمان أمنهم وسلامتهم من الملاحقات والمسؤوليات والاعتقالات في سوريا. يسأل سائل، كيف، ما الوسائل الكفيلة بضمان أمن السوريين العائدين إلى مناطق سيطرة النظام؟ والأخبار المتواردة من داخل سوريا بأن اعتقالات شبه يومية تجري لمن عادوا من دول مصنفة على أنها حليفة للنظام السوري كلبنان مثلا، فما بالك عن لاجئين، فما بالك بلاجئين عادوا من دولة مصنفة أنها معادية للنظام السوري؟ ما الوسائل الكفيلة بحماية هؤلاء؟ أنا أولا دعني أقول يعني تنطئة للجواب على السؤال، دعني أقول بأن أولا ورقة اللاجئين السوريين يعني تعملت في المناكفات السياسية خاصة من لدن المعارضة، واستعمالها طبعا هو استعمال مع الأسف استعمال قدر، يعني تعملت بطريقة بشعة واستعملت بطريقة غير إنسانية مع الأسف. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، دعنا الذين الآن خاصة من الغرب الذين الآن بدأوا أو يعني خاصة بدأوا يتباكون على يعني على ورقة اللاجئين السوريين وكذا إلى الرجال، يعني خلينا نوجه لهم يعني سؤال صراحة، لماذا هذا يعني هذه الازدواجية المعايير؟ لماذا يعني حينما يعني حصل ما حصل ما بين أوكرانيا وسوريا وحصل تدفق للاجئين الأوكرانيين، يعني انظروا كيف تعاطى الغرب مع هذا يعني مع يعني حالة اللاجئين الأوكرانيين، كيف يعني فتحوا لهم كل ما أوتوا من قوة يعني من بيوت وغير ذلك. الآن في ورقة اللاجئين يعني تطغى يعني هذه الروح الإنسانية وأن تركيا لم تعاملهم إلا كذا وكذا، وأنا أقول بأنه بالعكس
التعاطي الدولة التركية بشخص طيب أردوغان وشخص الحكومة التركية، وأنا متابع لهذا الأمر منذ مدة، التعاطي كانت تمليه أولا الأخوة الإسلامية والأخوة الإنسانية، وما قدم للسوريين يعني هذه النقطة دكتور، معذرة دكتور إدريس، ربما هذه النقطة أفاض في الحديث عنها الأستاذ يوسف في الاستوديو، لكن من الناحية السياسية كيف يمكن تأمين وسائل تضمن حماية العائدين من تركيا إلى 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 داخل مناطق سيطرة النظام التي تنصب فيها المسالخ البشرية بحسب تقارير دولية؟ نعم، أنا أعتقد أنه مثل اللاجئين وتعاقب النظام يعني بشار الأسد مع هذه النقطة، يعني أتصور أنه لن يكون فيها بطلا، وإنما يعني ستكون هي نقطة في إطار جدول عمل يعني القوى الفاعلة في الملف السوري، وإلا سيكون هو يعني لن يكون له ذلك ما كان له سابقا من البطش يعني فلذلك هذه النقطة سيتم معالجتها في إطار محاربة دولية مع المتدخلين الدوليين. يقول معترضون على الحديث عن أن هناك ضمان وسلامة السوريين، يقولون يعني أن الضمانة بالنسبة لتركيا ستكون روسيا، يعلق معلق بأنه كالمستجير بالرمضاء من النار بالرمضاء. يعني لا، هناك تفاهمات بدأت يعني في الملف، وأتصور لأن الدولة التركية ستدخل يعني قريبا عاجلا أم آجلا ستدخل في مفاوضات مباشرة مع النظام، وقد بدأ جزء من ذلك من خلال اللقاءات يعني جهاز الاستخبارات يعني للدول الثلاث روسيا ويعني وسوريا وتركيا، وهذه اللقاءات هي تمهيد إن صح التعبير يعني للقاءات المباشرة مع يعني أجهزة النظام يعني السوري. وأتصور أن يعني نقطة اللاجئين ستكون على طاولة جدول هذه اللقاءات، ومن المؤكد أن التعاطي مع هذه النقطة سيكون بطريقة أخرى غير التي يعني عمل بها يعني سابقا. وأنا يعني أكاد أجزم بأن هناك سيكون هناك تحول إيجابي في التعاطي مع هذه النقطة، نقطة اللاجئين. طيب، ما زال في الحديث بقية، لكن ليس قبل الذهاب إلى فاصل أخير قبل العودة لاستكمال هذه الحلقة. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد كل العراق. نازل نازل نازل، خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري، ها صار لهم 4 سنين ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. أهلا بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة الذي نتحدث فيه عن أثر نتائج الانتخابات التركية على علاقة أنقرة بالعواصم العربية. أستاذ يوسف، كما هو معلوم بأن أنقرة في الأشهر الأخيرة أجرت استدارة مراجعة لسياساتها الإقليمية واستدارة نحو الدول العربية، أوجدت مناخ تهدئة مع الدول العربية. الآن بعد فوز الرئيس أردوغان واكتسابه زخما جماهيريا في الداخل، هل من المتوقع أن يواصل حث الخطى نحو التقارب مع الدول العربية، أم ربما نشهد معادلة جديدة في هذا السياق؟ يا سيدي، بداية هنالك مخططات تدل لهذه المنطقة بزرع العداوة والبغضاء بين تركيا وبين الدول العربية من خلال
أن تركيا هي الدولة تريد أن تتوسع وأن تعود لأمجادها القديمة، وهنالك لديها مطامع استعمارية وغير ذلك من هذا الذي يروج له في الصحافة الغربية وتنشره وكالات مع الأسف عربية أو خليجية دائما تشوه الدولة التركي وتخوف منه بعض الوكالات الخليجية. نعم بعضه وتخونه لولا الحرج. لو أعطيك أسماء أيضا، وهذه الوكالات هي وكالات مأجورة وتتبع، معروف أن روبرت موردخ هو رئيس أكبر إمبراطورية إعلامية وهو يهودي أسترالي أمريكي، وهو الذي يملك فوكس نيوز وغيره، هنالك أذناب لها في كثير من القنوات. دائما تشيطن الدولة التركي وتقلب الحقائق وتستعدي تركيا وتشيطن الرئيس أردوغان، ولكن تركيا تعي الدور تماما، وتركيا فوتت الفرصة على الكثير من الأطراف الثالثة تريد أن تدع العداوة، أن تصنع العداوة والبغضاء بيننا، بين تركيا وبين الدول العربية. ولذلك كانت هذه الاستدارة لتصوير المشاكل مرة أخرى، على الرغم أن وجود هناك مشاكل عالقة، على الرغم أن هناك ملفات شائكة، الملف السوري وما تزال المشكلة قائمة، الملف العراقي ووجود البيكاكا والتهديدات الأمنية على تركيا، الملف الليبي والاتفاقات شرق البحر المتوسط والاتفاقات النفطية، ولكن بالمقابل كان هناك استدارة، سواء كان في بداية مع الإمارات مرورا بالسعودية وأيضا مصر، وحتى الآن هناك فتح قنوات حوار ورغبة صريحة من تركيا في فتح قنوات حوار مع النظام الموجود المدعوم دوليا والذي أعيد تأهيله أيضا عربيا من قبل الجامعة العربية. لكن كان لافتا بعد فوز الرئيس أردوغان أستاذ يوسف، أول تصريح قالته القيادة التركية بأنه لا يوجد على جدول اجتماع الرئيس لقاء مع بشار الأسد، مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، بالرغم من أنها كانت تكهنات كبيرة تقول بأن هذا الاجتماع قد صار قريبا. ما تفسير هذا التصريح يا سيدي؟ مهم جدا، لأنه تم تأويل النوايا الطيبة إلى تركيا بفتح قنوات حوار مع سوريا بأنه تطبيع كامل، وأن أردوغان استغل ورقة السوريين والآن سيسلمها لنظام الأسد، وأن أردوغان الآن تلاعب ب، لكن هذا التصريح أخر إلى ما بعد نتيجة الانتخابات، ليس يعني قد يكون مفارقة حقيقية. ليس تأخير يا سيدي، قلناها مرارا وقالها الرئيس قبل الانتخابات، وأنا ذكرتها في الإعلام أكثر من مرة بأن أي تقارب وأي فتح قنوات حوار لن يكون على حساب الشعب السوري، لن يكون هنالك تضحية بمكتسبات الناس الذين لاذوا بتركيا والآن موجودين في تركيا. الشعب السوري وأي تصفية وأي تسوية سياسية لن تكون على حساب الشعب السوري، والدليل على ذلك تركيا رفضت الشروط المسبقة من قبل النظام السوري بانسحابها من الشمال السوري، لن تنسحب. لماذا تنسحب؟ وهنالك تهديدات للأمن القومي، وهنالك مخططات لتغيير ديموغرافي، وهنالك مخططات لإنشاء دولة كردية مدعومة أمريكيا وقصد وغير. إذن لا تغيير، تعقيدات هائلة حقيقة في، ولكن الرؤية يا سيدي والإعلام الذي هو يريد أن يشوه الدولة التركية كان دائما يقول بأن أردوغان استغل ورقة السوريين، هذا أولا. ثانيا نقطة مهمة هنا أنهي بها بسرعة، التقارب التركي يا سيدي ليس فقط مع سوريا أو النظام، هي تقارب تفويت الفرصة مع كل من يريد أن يضع العداوة والوضع بين الدول العربية وتركيا، وتركيا سواء العراق، سوريا، ليبيا، مصر، دول الخليج، جميع هذه الدول تركيا ترى بأنها دورها تكاملي وليس تنافسي، بمعنى تركيا دولة قوية بالساعات الدفاعية، الخليج قوي بطاقاته وبتروله وثرواته، وأسواق مستهلكة، تركيا أسواق منتجة، فالدور التكاملي من بوابة الاقتصاد، العودة مرة أخرى لتقوية العلاقات استثماريا تجاريا صناعيا. بكلمة واحدة من فضلك، هل التقارب التركي مع الدول العربية ينفي بالضرورة الملاحظات النقدية للقيادة التركية على الأنظمة الرسمية العربية؟ يا سيدي القضية ليست هو انتقادات، السياسة ليست ثابتة، هذا مصطلح السياسة دائما هي متغيرات، والتغيرات الجيوسياسية تفرض على تركيا أن تتغير وفق هذه التغيرات الجيوسياسية، وبالتالي نجد بأن الآن الشروط تملي على تركيا وعلى الحكومة وعلى الرئيس أردوغان أن يتماشى مع السياسات الموجودة أولا، ثانيا المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة هي الأولوية. أولوية تركيا ترسيم حدود التشكل المتوسط مع مصر، فكان لابد التقارب مع مصر. أولوية تركيا مع دول الخليج تصوير العداوات والتكامل الاقتصادي ودعم اقتصاد تركيا وفتح أسواق جديدة للمنتجات التركية في دول الخليج. إذن هنالك أولويات، الأمن القومي التركي أولوية قصوى، إذن لابد أن يكون هنالك فتح قنوات حوار مع النظام في سوريا. هذه الأولويات هي تحتف هذه السياسة والتغير في الأولويات وفق التغيرات الجيوسياسية في المنطقة. لكن أسأل الدكتور إدريس، هل هناك مزاج عربي يعني
متحمس للإقبال على العلاقة مع تركيا في المرحلة المقبلة وعلى أي قاعدة؟ أولا العالم مقبل على التعبير على تحولات جوية، ومنطقة الشرق الأوسط هي من أهم المناطق التي ستعرف يعني تحولات، والعرب يعني في تلك المنطقة خاصة دول الخليج مدركون لهذا الأمر، ولذلك الآن تراهم يعني هم أيضا غيروا من بوصلة يعني موقفهم تجاه يعني باعتبارها حليف يعني موثوق به أكثر من غيره. وتركيا أيضا حينما استدارت هذه الاستدارة هي في شوط ثاني ليس إلا، وإلا في الشوط الأول كانت تسعى من جانبه إلى دكتور إدريس. يعني ألتمس منك المعذرة لأن الوقت ضيق جدا، أنا يهمني أن أعرف قراءتك أو أن أعرف قراءتك للمزاج السياسي الرسمي العربي في الموقف من تركيا. هل تتوقع أن يكون هناك إقبال على العلاقة مع أنقرة وعلى أي قاعدة قد يكون؟ أنا أعتقد أن المزاج السياسي العربي تغير كثيرا، وهو مقبل إلى حد كبير على تسيير ما كان سابقا نحو بناء علاقة جديدة معه، لأنه هو مدرك تماما على أن التحالف الموثوق به هو مع تركيا وليس مع غيرها، لأنه في ثمة تجارب يعني أثبت فيها العنصر التركي أو الدولة التركية أنها حليف موثوق به، ولذلك رأينا هذا التسابق ورأينا هذه الاستدارة ليس من تركيا فقط بل حتى من العرب أيضا في خاصة في دول الخليج وفي غيرها من الدول. طيب أختم سؤالي معك لأن حتى أريد أن أختم بالحلقة مع الأستاذ يوسف. يعني المراقبون يقولون بأن العرب قد يضخ استثمارات في تركيا، قد يساهم في إعانة الخزينة التركية للحفاظ على الاستقلالية الاقتصادية والسياسية التركية، قد يساهم بإرسال سياح، بعض الأمور الاقتصادية، لكن في المقابل ما الذي سيجنيه العرب من أنقرة في مقابل هذا برأيك؟ تفضل سيدي. أنا ولا سيدي والذي أنا أعيد السؤال دكتور، تسمعني الآن؟ نعم أسمعك، لكن هل لي أم الموجه لي أم لك دكتور إدريس لك؟ نعم تفضل. لا أنا أعتقد أن التدفقات المالية يعني نحو تركيا من دول الخليج ومن غيرها بدأت قبل الانتخابات. طيب. وأتصور أنها ستستمر. طيب. والعرب أرجو المعذرة، يعني أدركنا الوقت دكتور إدريس، يعني أختم معك أستاذ يوسف. يعني لا شك أن العلاقات بين الدول ليست مقصودة لذاتها وإنما لغايات وأهداف من ورائها. ماذا تريد تركيا من الدول العربية أو عن ماذا تبحث عندهم؟ يا سيدي، تركيا تريد من الدول العربية والدول الإسلامية جميعا أن تعلم بأن تركيا ليست منافسا لهم، وإنما هي دورها كما أسلف دورا تكامليا، وأن تركيا هي دولة قوية وقوتها للتعاون المشترك في الملفات المشتركة، من أهمها ملفات الطاقة، الصناعات الدفاعية، وبالتالي يجب أن يكون هناك تحالف حقيقي على جميع الأصعدة. لماذا هناك تحالفات أوروبية وتحالفات شرق أسيوية ولا يكون تحالف تركي عربي مشترك أو تحالف إسلامي مشترك سميه إن شئت؟ هذه التحالفات هي لمصلحة هذه الدول جميعها. تركيا عنصر أساسي وهي لاعب إقليمي مهم ومتنامي في المنطقة، قلناها في بداية الحلقة، وعلى العرب أن لا يتم أن يستجيبوا للضغوطات الغربية هنا وهناك ويتم شيطرة دور تركيا، وأن هناك تهديدات تركية. التكامل التركي العربي، وأنا لا أحب هذه الكلمات، أحب أن يكون التكامل الإسلامي بغض النظر كانوا عربا كانوا أكرادا كانوا غير ذلك، التكامل الإسلامي بين تركيا وبين الدول العربية والإسلامية هو هذا سيعطي قوة للجميع، المنافع المشتركة والمصالح المتبادلة والاحترام المتبادل هو الأصل في هذا العلاقة. مشكرا. وأنهي في هذه الجملة، تركيا صمام أمان ودولة يعتمد عليها في ظل رئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان ويثق بها، فعليهم أن يتعاملوا مع تركيا ويدعموها، وتركيا هي خير حليف للدول الإسلامية. وقد ثبت هذا مع قطر ومع ليبيا. أشكرك شكرا جزيلا. ختاما مشاهدي الكرام، أشكر ضيوفي في الاستوديو يوسف كاتب أغلو عضو حزب العدالة والتنمية التركي، ومن الرباط عبر زوم
إدريس بوانو المدير التنفيذي لمركز المنظورات للدراسات الجيوسياسية والاستراتيجية. كما أجدد الشكر للسيدة إناس النجار رئيس أو مدير الاتصال في اللجنة السورية التركية المشتركة التي شاركتنا في طرف من حديث هذا الحلقة عبر الهاتف من أنقرة. الشكر موصول لحضراتكم على كرم المتابعة. في حراسة الله.